السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في قناتي شاف ملكة. اليوم اخوتي غادي نشارك معكم طبق لذيذ بزاف وساهل كيوجد دغيا دغيا، صدقوني غتحماقوا عليه. غادي ندوزو هنايا الطريقه والمقادير. كيما شفتوا هنايا انا غادي نستعمل هاد الفخيطه ديال الدجاج. انتوما الا عندكم دجاجه صاينه غتقطعوها طراف او نص دجاجه اللي عندكم، غتستعملوا في هاد الوصفه هذه وتبعوا معايا المراحل. كيما شفتوا هنايا الدجاج غسلته مزيان مزيان بالخل وسكينجبير وشويه ديال الملحه، وخليته في داك الماء هذاك واحد نص ساعه هكاك، وعاوتاني شللته مزيان وحطيته في الشبكه وخليته يقطر باش ما تجيش في داك الزفره. وهنا غادي ندوز نوجد الشرموله. المهم طحنت واحد الربطه ديال القزبر مع واحد سته ديال الفصوص ديال الثومه، وهنايا عندي التوابل: معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، والملحه، ونص كاس ديال زيت الزيتون، وزدت عليهم داك القزبر والثومه اللي طحنت. صافي غادي نشرمل الدجاج هكا كما شفتوا، هاد الفخيده ديال الدجاج او دجاجه كامله، المهم اللي عندكم غتستعملوه في هاد الوصفه هذه، ماشي مشكل. هكا واخا يكون عندكم طريفه ديال الدجاج. صافي، ومن بعد ما شرملت الدجاج كما شفتوا غادي ناخذ اللاطه وغادي نحط داك الفخيده ديال الدجاج في اللاطه، وغادي ندخل من الفران. غنشعل الفران من التحت ومن الفوق ونخليهم يطيبوا. يطيبوا في نص ساعه هكا حتى 40 دقيقه تيكونوا واجدين. صافي، غنحط داك الشرموله اللي بقات فوق داك الدجاج وندخل من الفران. هذه المرحله الاولى. هنايا غادي ندوز نوجد الشعريه ديالي. غادي ناخذ طنجره ونحطها فوق النار وندير هكا شويه ديال الزيت المائده. غادي نكون شلطت واحد البصله كبيره غنحطها في الزيت، وغادي نخليها شويه هكا تحمر. من بعد غادي نزيد واحد الزلافه ديال خيزو محكوك او طريفات صغار اللي بغيتو. صافي، وغادي نحرك هكا بصيله مع الخيزو او الجزر. وهنا غادي نزيد داك شويه ديال الثومه والقزبر اللي طحنت، خليت هكا واحد المعلقه كبيره زدت حتى هي معاهم، واحد ضامه البنه ديال الزعفران شعره. صافي، هنا غادي نزيد الشعريه اللي سلقتها من قبل. هنا عندي انا 500 غرام الصراحه باش تطيح لي واحد الكميه الكبيره وتناكلوا فيها مزيان. صافي، غتبقى تحركوا. هنا غنزيد صلصه الطماطم واحد الملقه ولا جوج كبارين على حساب الشعريه اللي عندكم. وهنا زدت واحد الملقه صغيره ديال الكمون والملح. تقدروا تزيدوا هنا الهريسه، انا ما زدتهاش. صافي، وغادي نحرك مزيان، ما تنزيدوش الماء وما تنزيدوش. صافي، في داك الزيت تنبقاو نحركو مزيان لان الشعريه من قبل سلقينها من قبل ودغيا تطيب. صافي، هنا طابت، غادي ندوز نصب باش نتعشاو. صراحه الطبق جا لذيذ بزاف، نتمنى تجربوه وساهل وكيحمقوا عليه الوليدات، صدقوني حمقوا عليه وليداتي. شفتوا كيفاش تيجي؟ صافي، غتقادو هكا في الطبسيل، وغادي نحط داك الفخيدات من الفوق او الدجاج اللي عندكم تحطوه من الفوق، وتزين تيبقى على حساب كل وحده كيفاش بغات تزين الطبق ديالك. شفتوا كيفاش جا؟ ما شاء الله محمر وتيجي ناجف. وانت تقادو هكا هانتوما كيفاش جا. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايكات والبارطاج، فضلا منكم وليس امرا. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.